السلام عليكم المتتبعين الاعزاء ديال قناتي نظريه فلوغ. كنرحب بكم في هذا الفيديو الجديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كي دايرين مع هذه الاجواء الرمضانيه؟ ورمضان مبارك سعيد مره اخرى اللي كيشوفنا اول مره. كنتمنى ويصوم بالصحه والسلامه ان شاء الله. اللي اول مره كيزور القناه ديالي كنقول له مرحبا بك. هذا النهار يوم السادس من رمضان، يا كيكرام 6 ايام كننسى اليوم السادس هذا النهار من رمضان. ايوا الحمد لله، اللهم لك الحمد. يعني رمضان الاجواء ديالو زوينه وسهل، يعني ما كنعطشوا ما كنجوعوا، اللهم لك الحمد. الله يدير البركه والله يتقبل منا هذا الشيء اللي نتمناه من الله سبحانه وتعالى. الله يتقبل منا ومنكم. انا راني دابا دخلت الكوزينه، دابا راها 5:30، ضروري ندخلوا للكوزينه، ولكن ما نكتروش الكوزينه. ماشي الصيام راه رمضان، ماشي الكوزينه ضروري خاصنا نوجدو، ولكن كنعطيوها وقت وكنقللو لان هذا شهر العباده. ايوا الله يتقبل منا ومنكم. والمقاصد ديال الصيام راه ربي شرعو، ماشي باش نديرو التبذير ولا، لان كنشوفوا بزاف ديال الناس الله يهدينا ويهديهم كيستغلوا هذا شهر رمضان، كيصرفوا اكثر ما كيصرفوا في العام كامل. بحال لي رمضان غادي تجي المجاعه الله يستر. كيبداو كيتشوه وجد هادي، في التالي كتلقاهم ما كلاوش داكشي اللي وجدوا كامل، اذا كيترمى، وهذا سميتو التبذير. والله سبحانه وتعالى راه ما كيبغيش التبذير، غادي نوجدوا داكشي اللي غادي ناكلو. كاينين شي عائلات الله يحسن العوان كيكون عندهم الافراد العائله بزاف، يعني ضروري خاصها توجد بزاف هادوك بوحدهم، ولكن كاين العائلات اللي مثلا بحالنا حنا ثلاثه بينا. دابا هاد العام الوالده عيانه، منين دارت العمليه قال لها الطبيب ما تصوميش هاد العام، كاينه غير انا واختي وخويا اللي صايمين. غادي نوجد، نبقى نوجد حتى راه ما كناكلوش. منين كتحط الطبله راه والله الا كنتقهموا الا وجدت بزاف، وجدنا بزاف ديال الحوايج، كنوجدوا داكشي اللي غادي ناكلو. ربي كيدير البركه واللهم لك الحمد. السلام عليكم. مزيغان في مزيغين، ريفيين في ريفيين، ماني مهجم داخلي في مواطنه غبار ريف مواطنه. تقاوم ان شاء الله تزوم بالصحه والسلامه، مش تجم نهار 6 ايام زي رمضان. الله يتقبل منا ومنكم. تمني خصي ربي العالمين الزين يقبر، الزين غيقبر جميعا ان شاء الله. رخو قدر وقت الكوزينه، وقت سوجف على حد المغرب، ماشي نقي مثلا على حد تسع، المهم شويه كثر زيت سعد. خصني تنتيني غي السيدات تني تلف الكوزينه، في مزيانين في مقرانين، خميني وتجيبو لنا هاي كمر في كوزينه. قوات شهر العباده، شهر الغفران، شهر العتق من النيران. نتمنى سي ربي العالمين هذا نغيعتق من النيران. امس وجد غامين غنتت، وامس وجد بون تشها قدثين قدثين قدثين، غنلقى انا في خفلق ازينه مقران واحد نشي ازينه مقران غادي منضع، واني قد تبذير قد تحاسب خاص غاسي ربي. يعني مادام نتق الحسنات نعني نتق السيئات، نتق المعصيات، نتق التبذير، قد تبذير حرام. ايوا تمني ان شاء الله سيد ربي خان غي قبر زمي ايني عاود خاص انت السيده تخميني غادي تفنت غا كوزينه. نوالت في سبيل الله قيمت النيه ايتيري غا كنت الاجر الافطار الصفضات الصائمين اني كيم دي هدف، واخا فاميليا سواء ان المهم فاميليا متعيشنا كيم باش ما راه واحد تفد غا كوزينه. قيد النيه في سبيل الله، يعني قد خدمت في سبيل الله سيد ربي تيشم الاجر مره من تقيد من تسوجدت إتي الشمل أجر إفطار الصائم، يعني قد صفضات إني زغمن. سيدات اللي كيدخلوا للكوزينة، منين دخلوا للكوزينة ديروا النية أنه هاد الشي في سبيل الله، كتخدمي في سبيل الله، كتوجدي شي ماكلة في سبيل الله باش تاخدي الأجر ديال إفطار الصائم. إي والله يتقبل منا ومنكم. أنا دابا غادي ندير شوية ديال الشرميلة تكتوكا. كان عندي هنايا الفلفل الأحمر كان عندي في الفريكو، منين كيكون كنديرو كنشويو وكنديروه في الفريكو. غادي ندير شويه ديال شارميلا. هو غادي نقطعو هكا طويل. ايوا عاودت
التسبيح، التسبيح الاستغفار، منين تكوني كديري الشغل، منين كتكونوا كديروا هكا كتوجدوا الاستغفار، سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر استغفر الله، الصلاه على الرسول، يعني هذا الشيء راه كنفكر كنقولوا لراسي وكنذكر به، فذكر فان الذكر تنفع المؤمنين. مي غاتيري انت دي كوزينه يا مو وتجي تبور بعد انت دي فكا علاش نحاشك ني تسخيق عقر نغيت فكا راه غاشي ماني تحيتك شان ايتيتك شان الافكار سهجاش نطالب مني غاف تفت كذا مور حاجز سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر استغفر الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كسيد الاجر تهني دور هذا العقل نموت تكذبوا تكذبوا الافكار السلبيه اي والله يدير تاويد الخير واها نقصر شويه نرفرفر راني قطعت شويه ديال الفلفله غادي نعقي واحد البصله هذه صح شويه من الفلفل كي سكر غادي نتبسط زيت لينا القشه البصله ديالي راني غسلتها قصقتها بالسكينو حطو غاسي عاده حتى تقصها مبتزيره باش ناول الفرفر الفرفر كي غاسمو يقسان دي زيران صافي واش كيسكر عاودي شتنا انتي الشعري غادي نقطع البصله طويله غادي ندير معاه واحد جوج تومات يلا بقاو معايا ها هو الحوت ديالنا غادي نديرو تشارميله والحوت المغرب عقاو ميسرمان نغ بسوغو بالتمازيغت كنقولو لهم بسوغو بالعربية والله ما عارف شنو كنقولو شنو كتقول لي كيعرف يقول لي في الكومنتير. ها هي البصلة ديالي طابت عقار بصرينو جوا غادي ندير عليه الفلفلة بسم الله صافي ساهلة مهلة في دقائق تشارميلة في دقائق غادي ندير شويه ديال الكمون نيت جشمون غادي ندير عليه شويه ديال الكمون لان الكمون كيحيد لي غاز اللي كيكونوا في الفلفل غادي شويه تنرشمون ما يمر في الفلفل الصباح كيسر شمون يتكسس باش واي توقع لنا من الانتفاخ الغاز اللي تيري ندير فلفل بسم الله هاد راه نتغنجشت راني شويه صافي ني ديتي تراحوني خصني ديك شويه نرعى ماوها صافي داكشي اللي كيمشي فيها اللي بغى يدير شويه ديال الفلفله كحله اللي بغى اختياريه بسم الله ندير شويه ما كتعجبنا شويه الحار هاي شويه وها هي الشارميله ديالي وجدات سهله مهله ها هي السوبه ديالي كت طيب حنا هاد النهار كان عندنا صوبه ما درناش غير كنسخنو هاكا صوبه هنو قد تيحما نهار طوغان صوبه وان كيشاغ سي حما واها صافي نرد عليها باش يتجانسو دوك المكونات شويه ونطفي عليها خاصة عرض باش رقوة مني عطانا دي سيد رق شوية وش صافي أقر قهوة ينوض موا أقات السنة ما تبانت أقات أقات موا هتنسخسي المشاهدين ديالي الأعزاء وصلنا لنهاية ديال الفيديو تقبل الله منا ومنكم الصيام صيام مقبول إن شاء الله وذنب مغفور اللهم اعتق رقابنا من النار جميعا المشاهدين الأعزاء يوضقون كان فيديو ينو صيام مقبول إن شاء الله منا ومنكم ظن حثق صاد عبي زينار جهنم يلا هالفيديو نظني يلا مع السلامة حتى الفيديو آخر إن شاء الله.